ونتابع الآن تنظيم المئات من أبناء عشيرة البركات وناشطين مدنيين في المثنى وقف احتجاجي أمام مقر محكمة استئناف المثنى احتجاجا على الحكم القضائي الصادر ضد ناشط بالمجتمع المدني وينتمي لتلك العشيرة كما ذكرنا. والقوات الحكومية اعتدت عليهم بالضرب في مقطع آخر سنعرضه لحضراتكم بعد قليل، ولكن نشاهد الآن المظاهرة. هكذا إذن تتعامل السلطة مع أي شخص يعارض القوانين التي تقرها، يعارض فساد القضاء، يعارض فساد هذه الدولة. هذه الطريقة التي يعامل بها أي شخص يتظاهر للمطالبة بحق من الحقوق.